وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الأستاذ صلاح وهبة. أستاذ صلاح، يعني على مدار التاريخ كان لقبائل سيناء دور هام في استعادة الأرض، يعني عندما واجهت سيناء الإرهاب وعكفت الدولة على مواجهة الإرهاب والقيام بالتنمية والإعمار في سيناء، كان أيضا لقبائل سيناء دور في ذلك. كيف ترى هذا الدور في هذه المرحلة؟ الحقيقة يا فندم، هو قبائل سيناء على مدار التاريخ بتلعب دور مهم جدا في مختلف الظروف الحرجة اللي بتواجه الدولة المصرية. يعني لو هنيجي نرجع لخطوة للزمن السابق، هنلاقي ان قبائل سيناء لعبت دور في مواجهة الإرهاب ومواجهة الأعمال او التهديدات اللي هي بتواجه الدولة المصرية انما وجدت. هنلاقي ان قبائل سيناء كان ليها دور كبير جدا في منظمه سيناء العربيه اللي تم تاسيسها بعد حرب 67، وكان ليها دور مهم جدا في تحقيق نصر اكتوبر سنه 73. لو هنيجي للزمن الحاضر، هنلاقي ان سيناء كانت هي بؤره العمل الارهابي في مصر في الفتره من 2011 وما تبعها بعد ذلك. هنلاقي ان كانت العمليات الارهابيه دي كانت بتستهدف بالدرجه الاولى اهالي سيناء، وبالاضافه الى قوات الجيش وقوات الشرطه. وبالتالي القبائل الدور الوطني والنازع الوطني عندها دفعها انها تقوم بدور كبير والمساعده مع جهاز الدوله في القضاء على الظاهره الارهابيه. نعم، طيب الى اي مدى جهود الاعمار والتنميه يعني تسهم في هذا الدور وتكثيف هذا الدور، إلى جانب بالتأكيد جهود الدولة في مواجهة الإرهاب أمنيا، بما أن الإعمار أيضا هو واحد من السبل لمواجهة الإرهاب؟ هو الحقيقة تعد التنمية هي أحد الأسلحة الرئيسية لمواجهة الإرهاب، لأن الإرهاب دايما بينشط في الأماكن اللي ما فيهاش تنمية وفيها معدلات فقر عالية أو معدلات أمية أو جودة حياة المواطنين في المناطق دي بتكون منخفضة، فدايما بتبقى التنمية بتأتي أحد يعني بتحتل أحد الأدوار الرئيسية لمواجهة الإرهاب. فهلاقي إن الدولة نفذت مجموعة كبيرة من المشروعات القومية على المستوى الزراعي والصناعي والخدمي والسياحي. وكان بنتكلم إن هي المشروعات دي كانت بأكثر من 15 ضعف، وبلغت تكلفتها حوالي 73.3 مليار، وده خلال العام المالي الحالي. ده كان مقابل 4.8 مليار في الموازنة اللي كانت موجودة سنة 2013-2014. برضه هنلاقي إن هو في مجموعة من الشركات السنوية اللي هي لعبت دور مهم في عملية التنمية داخل سيناء، زي شركة أبناء سيناء، ودي نفذت مجموعة من المشروعات في المجال المقاولات والمجال اللوجستيك والإنشاءات وصناعات البناء، وبرضه بعض المشروعات في المجال الزراعي. واحد والمشروعات اللي هي التنموية اللي بتمس شمال سيناء ووسط سيناء، وده اللي انعكس بشكل كبير على عملية مكافحة الإرهاب هناك. نعم، أشكرك جزيلا الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الأستاذ صلاح وهبة.